جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة في 4 صفحات من الحجم الكبير. أحد أسئلتها في هذه الصفحات الأربع يقول: أنا كثيرة العصبية والاكتئاب وقليلة الهدوء، ولا أرتاح إلا قليلا من الوقت، لا أدري لماذا، بماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يظهر أنه مرض نفسي، عليك ذكر الله عز وجل، نكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولا مانع أيضا أن تراجعي أحد الأطباء النفسيين لعله يجد لك دواء، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، وما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.